سوف أجعل حديثي تحت عنوان ماذا استفدنا من إحياء عاشوراء الحسين عليه السلام. لا شك أننا أحيينا عاشوراء الحسين عليه السلام بفعاليات متعددة، بل شيعة أهل البيت في كل أقطار الدنيا عاشوراء الإمام الحسين بمراسم وفعاليات متعددة، سواء من حيث مجالس العزاء أو مواكب العزاء أو القصائد التي ألقيت في رثاء الحسين عليه السلام، وكذلك أيضاً إقامة فعاليات متعددة كمسرحيات ومهرجانات، وأيضاً كذلك تمثيل حسيني لواقعة الطف، وإقامة أيضاً كذلك مراسم تشكيلية فنية لعاشوراء الحسين عليه السلام. عموماً أحيت تلك الذكرى في كل منطقة بفعاليات متعددة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ذلك العزاء وتلك الفعاليات والمشاركات، ويجعلها في ميزان أعمال المؤمنين، وأن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نصرة لسيدنا ومولانا أبي عبد الله، وأن يكتب لنا ولكم جميعا ولجميع المؤمنين قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين. هذا اليوم أيضا كذلك هو اليوم 13 من شهر عاشوراء، وهو مخصص لإحياء دفن الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه الذين استشهدوا بين يديه. بالنسبة إلى دفن الإمام الحسين عليه السلام، هناك أقوال ربما تصل إلى 3 في دفن الجثث الطاهرة. قول أن تلك الأجساد دفنت في يوم 11، وقول أنها دفنت في اليوم 13، وقول أيضا أنها دفنت في اليوم 10 من المحرم بعد المعركة. القول الذي يقول أنها دفنت في اليوم 2، وهو اليوم 11، أنها دفنت صباح يوم 11 قبل أن يتحرك ركب السبايا الإمام علي بن الحسين، وبطلب من عمر بن سعد أنه دفن جسد أبيه والخير من أهل بيته وأصحابه الذين استشهدوا بين يديه. طبعاً مصدر هذا القول هو ربما المصدر الأصلي لهذا القول هو راوية أحداث كربلاء، وأول مؤرخ أرخ في أحداث كربلاء وكتب كتاباً مستقلاً في واقعة كربلاء، وهو أبو مخنف الأزدي لوط ابن يحيى ابن أبي مخنف الأزدي. طبعا هذا الرجل كتب كتابا مستقلا باسم مقتل الإمام الحسين عليه السلام، ورواه مقتله إما عن الذين حضروا واقعة كربلاء، فقد هو عاصر بعضهم يعني أدرك بعضهم،
ويروي ممن يروي عنهم ابن هاني بن عروة، هاني بن عروة الشهيد مع مسلم بن عقيل، ولده حضر واقعة كربلاء في جيش عمر بن سعد بأمر من خاله حجاج بن أبجر، خاله أصر عليه في الحضور وحضر بمعية خاله. ومنهم زوجة زهير بن القين يروي عنها مباشرة وهي حضرت كربلاء وأمد في عمرها، ولاقاها أبو مخنف وروى عنها كذلك، وأيضا يروي عن حميد بن مسلم، ولكن بواسطة، يعني هو لم يلتقي به مباشرة وإنما أخذ عنه بواسطة. وحميد بن مسلم كان في كربلاء مع معسكر الأعداء، ثم بعد ذلك انتهى به الأمر إلى مواجهة الأمويين، خرج مع في ثورة التوابين، تاب ورجع وخرج مع ثورة التوابين وأسر، ثم بعد ذلك أيضا خرج مع المختار، وانتهى به الأمر عموما، عاش فترة طويلة، ثم بعد ذلك تاب مما فعل من خروجه في حرب الحسين عليه السلام. ويروي عن آخرين كذلك، هؤلاء يروون أن الإمام الحسين وري جسده الطاهر يوم 11 من محرم، وتبعهم على ذلك مؤرخ السنة، ومن مؤرخ الشيعة أيضا كذلك، الذين أيضا كذلك اعتمدوا هذا القول، الشيخ المفيد عليه الرحمة وابن شهراشوب والسيد ابن طاووس وجمع من علماء الإمامية اعتمدوا هذا القول. وبالتالي هذا القول يعني يعتمد على أن قبل ذهاب الركب الحسيني إلى الكوفة، ركب الأسرى الأجساد وريت الثرى. وهذا القول يقول أن بني أسد طبعا هم الذين واروا الأجساد الطاهرة. القول الآخر أن المواراة تمت في اليوم 13، والذي واراهم طبعا أيضا هم بنو أسد، ولكن بحضور الإمام علي بن الحسين بطريقة إعجازية، حضر الإمام علي بن الحسين عليه السلام إلى كربلاء بطريق إعجازي، حيث كان في أسر عبيد الله بن زياد في الكوفة، فحضر إلى كربلاء. وهذا القول طبعا يعتمد أيضا على أمرين، الأمر الأول أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام معصوم، والأمر الآخر أن بنو أسد لا يعرفون جثثا مقطعة الرؤوس، فكيف يعرفون أن هذا الحسين وهذا الأكبر وهؤلاء أهل البيت وهؤلاء الأنصار وهذا العباس وهذا فلان وهذا فلان، وهم لم يحضروا الواقعة ولم يعرفوا تلك الأجساد المطهرة. فهذا القول يعتمد بالتالي أن هذه الأجساد وريت الثرى بطريقة معينة، أن الإمام الحسين عليه السلام أفرد له قبر لوحده، ثم دفن علي بن الحسين عليه السلام عند رجليه، ومعه أهل البيت أفردوا بحفرة، وحفرة أخرى للأنصار أيضا جعلت عند رجلي الإمام الحسين عليه السلام،
ورفض بنو أسد دفن حبيب مع الأنصار، وطلبوا من الإمام أن يفرده بقبر لوحده، فجعله في قبر لوحده. وجاء بنو رياح وأخذوا قبر الحر بن يزيد وذهبوا به إلى منطقتهم إلى حيهم ودفنوه عندهم هناك في منطقة حيهم. ودفن العباس عليه السلام حيث استشهد عند المشرعة أو عند النهر بقريب من المشرعة. هذا القول طبعا يعتمد على حضور الإمام علي بن الحسين على الإعجاز من جهة، ومن جهة أخرى على معرفة الجثث، كيف عرفت الجثث وهي جثث مقطعة بلا رؤوس. موضوع الإعجاز طبعا بإمكان الإمام علي بن الحسين عليه السلام يحضر حتى في اليوم الثاني عشر، وحتى لو كان هو في قيد الأسر على الجمال. إذا كان موضوع إعجازي فالمعصوم عليه السلام إذا أراد أن يستعمل المعجز باستطاعته أن يحضر ولو كان مقيدا بالأغلال على الجمال. على كل حال، الرأي الآن الأشهر بين المعاصرين أن الإمام الحسين عليه السلام ووري الثرى يوم الثالث عشر حيث بقي بلا موارات. طبعا عمر بن سعد لم يواري جسد الحسين وأصحاب الحسين، وارى أجساد أصحابه، والذي وارى جسد الإمام والخيرة الخيرة من أهل بيته وأصحابه هم بنو أسد ومعهم الإمام علي بن الحسين. بالتالي حضور الإمام علي بن الحسين إما أنه كان واراهم قبل خروجه من كربلاء وكان معهم مع بني أسد، أو كان واراهم بعدما ذهب إلى الكوفة ورجع بطريق إعجازي إلى كربلاء. هذا القول الأخير أيضا في هناك محاججة حصلت بين الواقفة الذين وقفوا على الإمام موسى بن جعفر ولم يقولوا بإمامة الرضا، دخلوا على الإمام الرضا فقالوا إذا كنت أنت الإمام كيف وأنت في المدينة والإمام استشهد في بغداد، كيف واريته والإمام لا يلي أمره إلا معصوم؟ وهذه يرويها الشيخ الصدوق. فقال لهم الإمام عليه السلام ماذا تقولون في مواراة الإمام الحسين؟ قالوا واراه وولي أمره ابنه علي بن الحسين. قال لهم الإمام الرضا متى كان ذاك؟ قالوا حينما كان في أسر عبيد الله بن زياد. قال لهم وكيف حضر إلى كربلاء وهو في أسر عبيد الله؟ قال حضر بطريق الإعجاز بما له من ولاية من الله. قال فالذي حضر وهو في أسر عبيد الله بن زياد ووارى أباه الحسين يحضر من المدينة وهو ليس في الأسر ليواري أباه موسى بن جعفر. فهذه الرواية الإمام علي الإمام الرضا احتج بها على قول أولئك الواقفة الذين أرادوا أن ينفوا عنه الإمامة باعتبار أنه في المدينة وأبوه كان في بغداد. طبعا هذه الرواية عليها ملاحظة من ناحية علمية أنها طريقة إلزامية، يعني رواية إلزامية، يعني من باب ألزم الخصم بما ألزم به نفسه. ولاية أمر الإمام للإمام أيضا
الإمام عليه السلام الحسين عليه السلام يحتاج فقط من المعصوم إلى صلاة، يعني أن يلي أمره في موضوع الصلاة يصلي عليه الإمام. وأما بالنسبة إلى التغسيل والتكفين فالإمام الحسين لا يحتاج إلى تغسيل ولا تكفين لأنه شهيد، والشهيد في المعركة استشهد في نفس المعركة، يعني ما استشهد جريح نقلوه من المعركة ودوه المستشفى واستشهد في المستشفى، لا، الإمام الحسين استشهد في نفس ساحة المعركة بين الكر والفر، وأجمع المسلمون كافة على من استشهد في المعركة بين الكر والفر بين الصفين يدفن بثيابه من دون تغسيل ولا تكفين، يدفن بثيابه من دون تغسيل ولا تكفين. بقي موضوع الصلاة، الصلاة يمكن للإمام علي بن الحسين عليه السلام أن يصلي عليه وهو في كربلاء قبل أن يخرج، ولو يخرج ليلا يصلي على الإمام الحسين عليه السلام. فموضوع ولاية أمر الإمام الحسين عليه السلام تختلف عن بقية المعصومين، لأن الإمام الحسين عليه السلام لا يحتاج إلى تغسيل ولا إلى تكفين لأنه استشهد بين الصفين حين الكر والفر في ساحة المعركة. عموما هذا بحث تاريخي وأردنا أن نأتي به كمقدمة قصيرة تناسب هذا اليوم، الله أعلم. وللأسف أن هناك بعض الأمور لم يسأل عنها الإمام علي بن الحسين عليه السلام، وهذه من الأمور التي لم يسأل عنها، يعني كان ينبغي شيعة الإمام في أهل المدينة المنورة اللي عاش الإمام مدة طويلة بعد شهادة أبيه الحسين في المدينة المنورة، لم يسأل أحد من هذا السؤال، كيف تمت مواراة تلك الأجساد الطاهرة. عندنا روايات تروي أن الإمام علي بن الحسين عليه السلام بالتالي لما أقبر أباه كتب أيضا على القبر الشريف اسم الإمام الحسين عليه السلام، هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتل مظلوما في كربلاء، ثم كتب تاريخ شهادته على القبر الشريف. نرجع إلى عنواننا، ماذا استفدنا من إحياء عاشوراء الحسين عليه السلام؟ أولا، لا شك أن عاشوراء الإمام الحسين قضية تحولت من كونها قضية إسلامية إلى قضية إنسانية تتفاعل معها أبناء الإنسانية جمعاء، فهي في الحقيقة عطاؤها أصبح عطاء إنسانيا كبيرا، بعثت الروح الإنسانية والتي تواجه الظلم والاستبداد وتجعل الإنسان يعيش كريما في مواجهة الطغيان والاستبداد، بعثت تلك الروح الحرة. وأفضل تعبير قاله المفكر الكبير المرجع العظيم الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر أعلى الله مقامه، أن شهادة الإمام الحسين عليه السلام بين قوسين وباختصار حررت إرادة الأمة،
حررت إرادة الأمة. الأمة كانت تحت الأسر النفسي، تعيش حالة من الخضوع والخنوع، تعيش حالة من اللامبالاة، تعيش حالة من الركون إلى الظلم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. هذه الحالة حالة الركون للظالمين والرضا بالظلم. الإمام الحسين عليه السلام حررها، ليس حررها أن الأمة كلها تحررت إرادتها، ولكن أوجد تلك الروح لدى الأمة، أوجد الإمام تلك الروح لدى الأمة، بعث فيها تلك الروح، أوقد فيها ذلك الضمير الميت. الإمام الحسين عليه السلام أحيا تلك الروح في الأمة، تلك الروح التي عبر عنها الفرزدق حينما لقي الإمام الحسين عليه السلام وسأله عن العراق، قال له: قلوبهم معك وسيوفهم عليك. يعني القلوب مع الحق، ولكن إرادة لا توجد، لا توجد إرادة، يوجد ركون وخضوع وحالة من الذل. فالإمام الحسين عليه السلام حرر إرادة الأمة، وأحيا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تلك تحرير الإرادة لدى الأمة انعكس بعد ذلك على أبناء الأمة الإسلامية على مدى التاريخ الإسلامي وإلى تاريخنا المعاصر هذا، حيث أن ذلك الأثر الحسيني العظيم انعكس على أبناء الأمة الإسلامية كافة، واليوم أيضا تستفيد منه حتى الأبناء الأمم الأخرى حينما تريد أن تتحرر من حالة الذل والهوان الذي تعيشه، فتأخذ الإمام الحسين عليه السلام مصباح هدى لها، وأيضا كذلك نبراسا في الحياة لتسير على دربه ونهجه. ثانيا، الإمام الحسين عليه السلام أحيا قيم المبادئ العالية التي تسمو بأخلاق الإنسان إلى القمم السامقة. الإمام الحسين عليه السلام أحيا تلك القيم الإنسانية العالية، أحيا التضحية والإباء في سبيل الله من أجل إقامة حدود الله وفي طريق الحق، أحيا الإمام الحسين عليه السلام الصابر على المكاره، فضرب أروع مثل للصبر في سبيل الله، أحيا الإمام الحسين عليه السلام المحافظة على فرائض الله وإقامة حدود الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أحيا الإمام الحسين عليه السلام روح الرفض والبراءة من الظالمين، أحيا الإمام الحسين عليه السلام بذل النفس في سبيل الله وشراء الآخرة بالدنيا واسترخاص كل شيء في سبيل الله سبحانه. هذه القيم الإنسانية والقيم والمبادئ والأخلاق المحمدية أحياها الإمام الحسين عليه السلام. ولا شك أنها قيم عظيمة، والإمام الحسين عليه السلام كذلك كل كلماته تسطع بتلك القيم والمبادئ العالية التي تسمو بأخلاق الإنسان. الإمام الحسين يقول: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد. والإمام الحسين عليه السلام يقول: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين،
بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة. الإمام الحسين عليه السلام كذلك يقول: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون الحساب فكونوا أحرارا في دنياكم. كل تلك القيم والمبادئ الإنسانية أحياها الإمام الحسين عليه السلام، أحيا الحب في الله وأحيا التفاني في الله سبحانه وتعالى. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. أحيا كل تلك القيم الإمام الحسين عليه السلام في الروح الإنسانية والإسلامية. كذلك الإمام الحسين عليه السلام تحمل المسؤولية تجاه الدين والمجتمع، تحمل المسؤولية وهو سبط رسول الله وريحانة المصطفى وسيد شباب أهل الجنة. وحينما روى الإمام الحسين عليه السلام الحديث المشهور: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله إلى آخر الحديث، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. قال الإمام الحسين عليه السلام: وأنا أحق من غير. وفي كلمة أخرى: وأنا أولى من غير، يعني أنا أحق من يغير، أنا أولى من يقوم بحركة التغيير في الأمة. فهو سبط رسول الله وهو ريحانته وهو أفضل إنسان بين أبناء الأمة في ذلك العصر. والأمم وأبناء الأمة كافة، أبناء الأمة الإسلامية كافة، حينما يحدث في الأمة حدث من منكر أيا كان ذلك المنكر، تتوجه أبصار الناس كافة لمن؟ للعلماء، للقادة، للمصلحين، فهم رجال التغيير وهم قادة المسيرة. فالإمام الحسين عليه السلام وهو يرى ذلك المنكر، لا شك أن الأمة ستتوجه إليه في أنظارها وتريد منه أنه هو الذي يقود المسيرة ويتحمل مسؤولية التغيير في الأمة. وأنا أحق من غير، وأنا أولى من غير، أنا الصبط رسول الله، أنا ريحانته، أنا الذي علي أن أطلع بتلك المسؤولية الكبرى لحماية هذه الشريعة المقدسة والدين الحنيف وتحرير الأمة وإرادة الأمة. ثانيا أيضا على مستوى الإسلام والأمة الإسلامية خاصة، الإمام الحسين عليه السلام انتصر للإسلام الحنيف ولصيانته من الضياع. كذلك الإمام الحسين عليه السلام هزم الأمويين على المستوى الفكري، وأصبحت هناك هزيمة لتلك المدرسة الفكرية الأموية، هزيمة نكراء لكل آرائهم ومبادئهم. ثالثا بروز أهل البيت عليه السلام لقيادة الأمة بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، شعر الناس والمسلمون خاصة أن القيادة الحق هي في أهل البيت، فبرز أهل البيت كقيادة للأمة، هم الذين ضحوا وبذلوا كل غال ونفيس، وخرج الإمام الحسين عليه السلام بكل ما يملك وضحى بنفسه وأهل بيته في سبيل الدفاع عن الإسلام، ولا يقوم بذلك إلا قادة الأمة. فبرز أهل البيت عليه السلام بعد عاشوراء أنهم هم القيادة الحق للأمة. كذلك
أيضا رابعا تبلور البعد العقائدي للشيعة، أيضا كذلك العقائد الشيعية الحقة وخصوصا عقيدة الإمامة في أهل البيت تبلورت بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، ووضحت وتبينت بجلاء ووضوح. إذا كان قبل شهادة الإمام الحسين البعض من محبي أهل البيت عليهم السلام يرون الإمام الحسين عليه السلام هو الأفضل، يقارنوه بيزيد بن معاوية، يرون ما يختص به، هذا سبط رسول الله، هذا أعلم، هذا أورع، هذا أتقى، هذا هذا. أما بعد شهادة الإمام الحسين فهذا إمام معصوم مفترض الطاعة، هذا حجة الله على الخلق، فبرز مبدأ الإمامة وتجلى مبدأ الإمامة جليا بكل وضوح. خامسا، تماسك شيعة أهل البيت وتميزهم. لقد تماسك الشيعة بعد حادثة كربلاء وتميزوا ورسموا لهم منهجا وخطا واضحا جليا. سادسا، خلق ذلك الشعور الاجتماعي وظهور أيضا كذلك المدرسة الحسينية والمنابر الحسينية والمجالس الحسينية بعد عاشوراء الإمام الحسين، حيث وجد شعور إنساني إسلامي اجتماعي ديني تجاه عاشوراء وتجاه قضية الإمام الحسين عليه السلام، فبرزت تلك المجالس العاشورائية الحسينية في وسط المجتمع لتحيي عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. أما بالنسبة لنا كشيعة والحمد لله، فقد أولا واسينا رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه المصيبة الكبرى، وواسينا أهل بيت العصمة، حزنا لأحزانهم، وبكينا لما جرى على الحسين، وبكينا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وافتجعنا لافتجاع رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثانيا، عرفنا فضائل أهل البيت واتخذناهم أسوة وقدوة، واستفدنا من تلك المواقف الحسينية ومواقف كربلاء. ثالثا، اتخذنا العبرة من واقعة عاشوراء، من دروس النصر ودروس الخذلان في عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، ودروس تهجين الظلم والاستبداد. رابعا، ترقيق القلوب وتخشيعها وغرس الفضيلة والشجاعة والاعتماد على النفس، ترقيق القلوب وتخشيعها بالبكاء على الحسين وإحياء العاطفة تجاه ما جرى على الإمام الحسين عليه السلام، العاطفة الجياشة التي خلدت تلك الذكرى، وأيضا كذلك هذه العاطفة ترقق النفس وتوجد روح المحبة في النفوس والتعاطف والتراحم في النفوس، وتوجد في النفس حالة من العطف والروح والحنان والدفء، وتخلق أواصر المحبة، المحبة الإنسانية لبني الإنسان كافة. ولا شك أن ذلك بسبب ترقيق القلوب وتخشيعها بمصاب الإمام الحسين عليه السلام.
ناهيك عن أن هذا إحياء عاشوراء مهرجان عظيم للالتقاء بين أبناء المجتمع كافة على الحب وعلى التواصي بالحق والصبر في سبيل الحق ودعم المشاريع الخيرية ونشر المحبة والمودة ونشر الثقافة ونشر أيضا كذلك الأخلاق الإسلامية والمبادئ الإسلامية. فكما أعطى الخطباء جزاهم الله خير جزاء المحسنين والمشايخ على منابر الوعظ من مواضيع وإثراء علمي ثقافي أخلاقي رسالي، أحيوا تلك الأخلاق والمبادئ والقيم والوعي في نفوس جيلنا وشبابنا وأبنائنا، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين.